وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي، وكثير من الاوقات ممكن يلفتنا اسم منتج معين او لونه او شكله او اللوجو، وكثير من الاشخاص ما بتعرف انه خلف هدول الامور في امور قانونيه. اليوم عم نحكي عن العلامه الفارقه اللي بتميز اي منتج صناعي او تجاري او زراعي او معدني. اكيد تفاصيل كثير مهمه اليوم بالقانون يا رشا. اكيد، ودائما القانون هو حمايه للمواطن، والعلامه الفارقة أنا بشعر فيها أنه هي كمان نحن فينا نعملها إسقاط على البشر، مو هيك أستاذ؟ يعني بتلاقي في علامات فارقة ما بين شخص وآخر، ولكن ما بيشملها لا القانون ولا العقوبات ولا التشريعات السورية. اليوم رح نحكي عن العلامة الفارقة بالمجال التجاري والصناعي. رح نعرف شو شروط اكتسابها اليوم، كيف نظر إلى القانون، شو في حال التعدي على هي العلامة، كيف شو هي أهم العقوبات ضمن القانون السوري. هذول الأسئلة وغيرهم حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ المحامي فراس جهاد الأعرج. يسعد صباحك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، اسعد الله صباحكم وصباح متابعين جميع المتابعين. يسعد صباحك السورية. كيف حلب اول شيء؟ تمام والله، تسلم. ضيفنا الاستاذ فراس من حلب، اكيد حلب ام الشهبه. حلب دائما مثل ما بيقولوا كل الطرق تؤدي الى حلب، وكل الروائح العطرة تؤدي لعاصمة الياسمين. أكيد، أهلا وسهلا فيك ونورت صباحنا لليوم أستاذ فراس. خلينا بداية نعرف المشاهدين شو هي العلامة الفارقة، كيف عرفها القانون السوري وفقا للقانون رقم 8 لعام 2007. تمام، بداية ننوه لأن القانون رقم 8 لعام 2007 هو القانون الخاص بالعلامات الفارقة للملكية الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية. العلامة الفارقة عرفها القانون في المادة 2 للقانون نفسه بأنها كل إشارة يمكن أن تميز المنتجات أو الخدمات أو السلع عن غيرها، من بحيث أنه نعرف هي العلامة الفارقة تتبع هذا المنتج أو هذه السلعة أو الخدمة. طبعا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المقصود بالشخص الاعتباري كما هو معلوم بالقانون أنه قد يكون شركة أو مؤسسة أو إلى آخره، يتمتع بالشخصية الاعتبارية. هذه العلامات الفارقة يمكن أن تكون رسم، يمكن أن تكون عددها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن أن تكون رسم، يمكن أن تكون نموذج، يمكن أن تكون رموز، شعار، لون، تدرجات الألوان، أي شيء ممكن أن يميز العلامة عن غيرها فيمكن أن يعتبر علامة فارقة، بحيث أن تكون هناك تمييز. العبرة بموضوع التمييز. ختم المشرع بالمادة الثانية واشترط شرطا خاصا بأن تكون هذه العلامة من الأشياء التي يمكن إدراكها بالبصر. وهنا في نقطة، مشان يعني أحد الأشخاص ممكن يسأل أنه أنا بس بالنظر ممكن أميز علامة فارقة. بما يخص الملكية الصناعية والتجارية اشترط المشرع أنه يجب أن يكون إدراكها بالبصر. إذا بدنا نحكي بموضوع الصوتيات والسجلات الرقمية والإلكترونية وإلى ما هنالك، نحن انتقلنا إلى قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة رقم 63 لعام 2013. بالمقابل المشرع في المادة 2 عندما ذكر تعريف العلامة الفارقة استثنى بعض الحالات اللي هي لا يمكن أن تكون علامة فارقة أو حتى جزء من علامة فارقة بالمادة 4 من القانون ذاته. عددها على سبيل الحصر هنا الإشارات التي يمكن أن تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، عدد الشعارات والرموز التي يمكن أن تكون تتبع لدولة معينة أو منظمات دولية أو عربية، الشعارات أو الرموز الخاصة بالأغراض الدينية البحتة. هي الحالات حددها المشرع على سبيل الحصر مستثنات من العلامات الفارقة، أي أنه لا يمكن لأي شخص سواء كان طبيعي أو اعتباري أن يسجل هذه العلامة الفارقة أو حتى أن يحصل عليها. طيب أستاذ فراس، حنروح نحن هيك ضمن سؤال حنجزئه لنقدر نعطي كل شخص منه حقه. اليوم مين يعني كيف قادر الشخص أو لمين الحق باكتساب هي العلامة؟ كل شخص بالنسبة لموضوع اكتساب الملكية في العلامة الفارقة، كل شخص له الحق بأن يسجل العلامة الفارقة من خلال التسجيل. اشترط المشرع هنا أن يكون هناك تسجيل واستمرار، تسجيل العلامة الفارقة واستمرار. طبعا بالنسبة لموضوع مين الشخص اللي بيحق له يسجل العلامة الفارقة، عددهم المشرع بأربع حالات، هن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين السوريين أينما كان محل إقامتهم في الجمهورية العربية السورية، الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون
لأحد بلدان المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية التجارية والصناعية، والتي تكون سوريا عضوا فيها، منها اتفاقية باريس لعام 1883 الخاصة بالملكية الصناعية، المعدلة باتفاق ستوكهولم لعام 1967 والتي انضمت إليه سوريا في عام 2002. إضافة لذلك عدة حالتين اللي هن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، نعم، من البلدان العربية بشرط المعاملة بالمثل، التي يعني الرعاية التي تخضع أو تتبع جامعات الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، أو الأشخاص الذين لا يتبعون لدولة منضمة إليها الجامعة العربية، ولكن أشخاص يكون لهم مركز عمل أو إقامة في سوريا. طيب، في حالة تلاعب اليوم بموضوع العلامة الفارقة، أو صار في تقليد، أو صار في تعدي اليوم بهذا الموضوع، شو هي المسؤولية القانونية اللي ممكن تكون موجودة؟ المسؤولية القانونية قسم المشرع إلى نوعين. حقيقة نحن عندنا مسؤولية التعدي القانونية. المسؤولية القانونية هي جزئين جزء المشرع. المسؤولية الأولى هي المسؤولية المدنية، والمسؤولية الثانية هي المسؤولية الجزائية. المسؤولية المدنية هي في حال التعدي، هون ما عندي شق جزائي بالموضوع، يعني لا يرتب عقوبة وإنما يرتب التزامات مدنية. الالتزام المدني في حال التعدي، هلا نحن المشكلة إنه بدنا نحكي عن موضوع اكتساب الحق بالملكية قبل التعدي. يعني اليوم مين الشخص أو بالأحرى الأثار القانونية التي تترتب على ملكية هذه العلامة الفارقة؟ العلامة الفارقة مجرد تسجيلها واكتساب الملكية، صاحب الحق بهذه العلامة الفارقة. كيف بتم تسجيلها أستاذ يعني اليوم؟ هلا هو ملكية العلامة الفارقة. ذكرنا احنا مين الأشخاص اللي هن بحق لهم أنهم يقدموا عليها. احنا ذكرنا الأشخاص اللي بحق لهم يعني كشخص طبيعي أو اعتباري من له الحق في امتلاك العلامة الفارقة. كيف يتم يعني ملكية العلامة الفارقة واكتساب الحق أو اكتساب الحقوق الناشئة عنها؟ يتم من خلال التسجيل. اشترط المشرع بنص خاص أن يكون هناك تسجيل صحيح ومستمر. تسجيل صحيح ومستمر. يعني إذا بدنا نرجع للقانون المدني، القانون المدني اشترط بأنه نقل الملكية أو اكتساب الحق بالملكية لا يتم إلا بالتسجيل. المشرع هنا بنص خاص اعتبر أن التسجيل إضافة لموضوع الاستمرار. الاستمرار من خلال أن وضع شرط خاص بأنه يجب أن يتم تسجيل هذه الملكية واستمرارها لمدة 5 سنوات متتالية بعد التسجيل. ينتهي بعد 5 سنوات يعني قانونيا؟ لا، ما عم نحكي على الحماية، عم نحكي على الحق بالاكتساب الملكية. يعني متى تنشأ الحقوق الناجمة عن العلامة الفارقة واكتساب الملكية بالعلامة الفارقة؟ يتم من خلال التسجيل الصحيح والاستمرار بهذا التسجيل لمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل. يعني بدنا نفرق بين مدة الحماية ومدة الحق في الاكتساب الملكية. مدة الحق باكتساب الملكية أو بالأحرى شرط خلينا نقول اكتساب الملكية هو تسجيل هذه الملكية بالعلامة الفارقة إضافة إلى استمرارية استعمالها. يعني يجب أن يكون هناك نية لدى الشخص، يعني بمعنى بسيط أو بمعنى يعني ما عام. أنا بسجل وما أروح للاستعمال أو استخدام هاي. ما بيقدر الشخص يسجل هذه العلامة الفارقة وما يستعملها. يجب أن يقترن التسجيل بالاستمرار باستعمال الملكية العلامة الفارقة. طيب اليوم إذا ما تم استخدامها هل تسقط قانونياً؟ تمام. هلا إذا ما تم استخدامها، هنا دخلنا في المنازعات القضائية، لأنه ممكن يكون هاي شغلتكم. تماما. الدعاوى اللي هي تختص بها المحاكم المدنية نص عليها المشرع بأن المحكمة المختصة بالقانون ذاته هي محكمة البداية المدنية، الغرفة التجارية. هذا بالنسبة للمسؤولية القانونية المدنية. أي نزاع أو أي خلاف على ملكية علامة فارقة أو تقليل علامة فارقة بالشق المدني عم نحكي، فهو تختص به محاكم البداية المدنية، الغرفة التجارية منها. إضافة لذلك في عنا الشق الجزائي اللي هو التعدي على حقوق صاحب الملكية. ولكن قبل أن ننتقل إلى الشق الجزائي بدنا نتابع بس بموضوع اكتساب الحق بالملكية. تفضل. مجرد أن يتم التسجيل الصحيح والمستمر لمدة 5 سنوات تتمتع هذه العلامة الفارقة بحماية لمدة 10 سنوات. حماية العلامة الفارقة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب العلاقة. وكل شخص يرغب بهذا التمديد العلامة الحماية يحق له خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية اللي هي 10 سنوات بيحق له أنه يقدم طلب، طبعا مرفق بالرسوم المالية المحددة. لمين الطلب يقدم؟ باللائحة التنفيذية. الطلب يقدم إلى مديرية الملكية الصناعية والتجارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. طيب، كيف ممكن اليوم تحظى هي العلامة الفارقة بالحماية القانونية؟ شو هي الشروط اللي ممكن تكون موجودة كرمال نحمي هي العلامة؟ تمام. هي شروط حكينا مبدئيا فيها هي التسجيل الصحيح والمستمر.
التسجيل الصحيح والمستمر لمدة 5 سنوات. اشترط المشرع على أن تكون استمرار الاستعمال لهذه العلامة الفارقة لمدة 5 سنوات. بمجرد أن يكون هناك تسجيل صحيح ومستمر للعلامة الفارقة تنشأ حقوق لصاحب العلامة الفارقة. هذه الحقوق حدد المشرع أنه بمجرد هذا التسجيل الصحيح والمستمر الآثار الناتجة عنها بأنه لا يجوز الغير أن يستعمل، لا يجوز له أن ينسخ، لا يجوز له أن يقلد هذه العلامة الفارقة، خضعت الحماية القانونية سواء كانت مدنية أو جزائية، فلا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك. هلأ ممكن يكون أنه المالك رخص لشخص معين بأنه ممكن تستعمل هذه العلامة الفارقة أو ممكن توضع على بعض السلع أو بعض الخدمات، لا مانع إذا كان في ترخيص من المالك العلامة الفارقة. أما ما دون ذلك فلا يجوز لهذا أي شخص من الغير أن يقوم باستعمال هذه العلامة الفارقة، ولا أن ينسخها، ولا أن يضعها على سلعة أو خدمة أخرى، ولا يجوز له أن يحذف، ولا يجوز له أن يضيف عليها، ولا يجوز له أن يحتذي بها. يعني في ممكن نحن عم نحكي على المشاهد بأنه الشيء العام ممكن براند معين مثلا معروف دوليا، احيانا بغيروا حرف استاذ تماما، احيانا يعني بغيروا بغشونا مثل ما بيقولوا ميول الخط، بغيروا شيء بسيط، هذا كله يعتبر تعدي في حال كانت العلامه الفارقه مسجله تسجيلا صحيحا ولها مالك وتخضع للحمايه القانونيه. هون وقت اللي بيكون في هذا التغيير مثل ما قلنا، احيانا ذكرت نقطه انه البصر يقدر انه يقشع هاي العلامه، احنا متعودين على اسماء بحياتنا، ان كان ماركات ان كان اي شيء، احيانا ما بننتبه بيكون في حرف متغير بالكلمه، بتقول انا اخذت من سين وكاله سين، ما بدنا نذكر اسماء، فبتتفاجئ انه في شيء في تغيير صاير فيها، ميلان خط، تغيير حرف الى اخره، وهون ببلش دوركم تماما، هون بتنزلوا على المحكمه تماماً. على المحاكم تماماً. خلينا نحكي على هي النقطه، في حال التعدي على هيئه الملكيه ان كان بتغيير ولو جزء بسيط جدا فيها او شيء، مين الاشخاص المتنازعين بده يكونوا؟ الاشخاص المتنازعين بدنا ننوه لشغله انه الملكيه، ملكيه العلامه الفارقه اذا كانت مسجله فتخضع للحماية القانونية سواء كانت مدنية وسواء كانت جزائية. نعم، إنها مدة 10 سنوات. تمام، اللي هي 10 سنوات هي مدة الحماية القانونية. نعم. الشق الجزائي يجب أن تكون العلامة الفارقة مسجلة، يعني مسجلة بالدائرة المختصة، وطبعا بالنسبة لموضوع من مين اللي بيقدم الطلب هو صاحب العلاقة وممثله القانوني، واشترط المشرع الإشهار. إشهار هذه العلامة الفارقة وتسجيلها، يعني ملكية العلامة الفارقة لا تتم فقط بالتسجيل وإنما يجب إشهارها بالجريدة، وطبعا في جريدة مختصة بنشر العلامات هذه الفارقة تماما اللي هي الجريدة التي تتبع مديرية الملكية الصناعية والتجارية. نعود لموضوع النزاعات القضائية. النزاعات القضائية بسام الأستاذ في راس الحاملين دائما بحبوا لأنه فعلا بهي الأمور، يعني في أحيانا في نزاعات توصل ل يعني كمان تعب شخص، يعني بيكون باني عم يبني له سنوات، إن كان بماركة إن كان بمنتج، يجي حدا ثاني تماما، سواء كان مشروع فردي سواء كانت شركة سواء كان مؤسسة جماعية إلى آخره، قد تكون ضخامة المشروع يعني الحجم الضرر في حال الاعتداء قد يكون كبير. صحيح، تمام. فالمسؤولية المدنية تترتب بمفهوم المخالفة من بنود نصوص القانون، تترتب للعلامات المسجلة وغير المسجلة، ولكن بشرط أن يكون هناك إثبات بأن هذه العلامة الفارقة تعود لهذا الشخص. ولكن الحماية الجزائية لا تتم أو بالأحرى لا تترتب على الفاعل إلا في حال وجود تسجيل صحيح للعلامة الفارقة. فالمسؤولية المدنية طبعا بالنسبة للقانون المدني بدنا نعود للقواعد العامة في القانون المدني، في حال الاعتداء على هذه العلامة الفارقة بدنا نشوف حجم الضرر، بدنا نشوف الإثبات، إثبات الاعتداء على هذه العلامة الفارقة، إثبات أنه فعلا مثلا قام بتشبيه. هلا في نقطة كمان كثير مهمة، أنه النص المسؤولية القانونية التي رتب المشرع في حال الاعتداء بالنسبة للمسؤولية المدنية وصل لمرحلة التشبيه وليس التقليد. يعني موضوع فيه درجات، التقليد أعلى من التشبيه، يعني التقليد هو أن يجعل العلامة الفارقة مماثلة تماما نفسها للعلامة اللي بتعود لمالكها، أما التشبيه فهو مثل ما تفضلتي أنه ممكن غير رمز، غير حرف غير لون إلى آخره. التشبيه تختص به المحاكم المختصة المدنية واللي هي لنا المحكمة البداية المدنية التجارية. واشترط المشرع بصراحة هون، يعني المشرع بهذا القانون أو لا عناية خاصة، فتخيلي أنه المشرع ألزم المحكمة أن تضع نفسها مكان المتلقي السلعة أو المستهلك السلعة أو متلقي الخدمة،
هذا نص شعور خاص. الضرر اللي تماماً. هو تشعر المحكمة بحجم الضرر التي الذي يعني ارتكبه المتعدي على العلامة الفارقة. طيب أستاذة بالختام خلينا نقول كرمال ما حدا يعتدي على الثاني بهذا الموضوع ويصير في انتهاك للخصوصية، شو هي العقوبات المفروضة اليوم؟ العقوبات الحقيقة المشرع تدرج بالعقوبات وجعلها كاملة جنحية الوصف بالحبس أو الغرامة، الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وتدرج بها بعدة مواد في القانون من 300 ألف على سبيل المثال من 300 ألف إلى مليون ليرة سورية، والحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عددهم المشرع على سبيل الحصر مثلا استعمال علامة مقلدة. هون عم نحكي بالشق الجزائي، عم نحكي بالتقليد. طبعا كلمة التقليد ترقى إلى مرتبة التزوير بمعنى شائع، يعني تقليل العلامة الفارقة هو بمرتبة التزوير إلى حد ما. فاستعمال العلامة الفارقة المقلدة، تقليد العلامة الفارقة أو بيع أو تداول العلامات الفارقة، هي عقوبتها من 3 شهور إلى 3 سنوات وبالغرامة. أيضا في عنا عقوبة الحبس من 2 شهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 200 ألف إلى 600 ألف ليرة سورية في حال الإضافة أو النسخ أو إلى آخره. طبعا هون بيجي بدرجة أخف من التقليد، بدرجة أخف تتناسب معها. إحدى العقوبات المذكورة في القانون السوري هي مادة جميلة بمادة 6 للقانون السوري، اشترط أن يكون أن تكون العلامة الفارقة مكتوبة باللغة العربية، يعني أي علامة فارقة فيها اسم أو فيها كلمة أو إلى آخره اشترط أن تكون مكتوبة باللغة العربية، ولا يمنع أن تكون إضافة إليها كلمة أجنبية بشرط أن تكون مساوية ومشابهة لها أو متساوية بالحجم بالأحرف. في حال مخالفة هذه المادة يترتب عليها عقوبة من الغرامة من 10,000 إلى 50,000. يعني الصراحة يعني الأستاذ فراس القانون بحر اليوم بتشريعات ومراسيم وشمل جميع الحالات اللي نحن عم نتعرض لها اليوم. أي حدا حابب يعمل هيئة العلامة ولو سريعا، شو أهم النصائح اليوم القانونية؟ شو بتحب تقول؟ النصائح القانونية في الحقيقة هو توصيتين لدينا للمشرع السوري، عفوا نوصي المشرع السوري بصراحة أنا يعني هذا برأيي الخاص. تشديد خلال خبرتك خلال نزاعات المحاكم. تماما تشديد العقوبات المالية اللي هي الغرامات المفروضة بنص القانون من المادة 61 وما بعدها على كل شخص يعتدي على العلامات الفارقة بما يتناسب مع حجم الضرر. نعم. اليوم إن كان شخص طبيعي يعني صاحب مؤسسة فردية أو مؤسسة جماعية، شركات متعددة الجنسيات. سابقا نحن عم نحكي بقانون من 2007، نحن كنا في طور التسارع الكبير في متابعة أو التطور القانوني والتطور التكنولوجي والتطور الصناعي والتجاري في العالم. فهذا القانون في الحقيقة المشرع اعتنى به عناية خاصة. القانون مؤلف من 159 مادة، شمل وفصل كافة الأمور المتعلقة بالعلامات الفارقة للملكية الصناعية والتجارية، يعني يحتاج إلى تعديل بما يخص العقوبات المالية أو الغرامات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي يمكن أن ينجم عن هذا الجرم. نعم. بالنسبة للشق الجزائي الأمر الثاني ممكن نحكي فيه هو موضوع التوعية لهذا القانون. اليوم ممكن يكون تاجر أو صناعي كبير يجهل هذه الأمور، ممكن عم يقول ممكن طبيعي اليوم تماما. اللجوء للأهل الاختصاص يعني إنه هي واجب غرف التجارة والوزارات المختصة بالإضافة إلى نقابة المحامين. طبعا نحن حاليا بمرحلة استحقاق انتخابي وإن شاء الله ألف مبروك لغرف التجارة ونقابة المحامين، طبعا بنوجه لهم كل التحية والاحترام. أكيد. فهذا واجب التوعية للأخوة الصناعيين والتجار والشركات، واجب علينا نعرف الشركات إن كان شركات محلية أو شركات أجنبية أنه لدينا قانون يحمي العلامة الفارقة بأدق التفاصيل ورتب لها حماية قانونية يعني رائعة خلينا نسميها وتضاهي القوانين الغربية. بس إنهم يلجأوا لأهل الاختصاص شوية ثقافة شوية وعي بهذا الموضوع. نعمل ندوات، نعمل مؤتمرات قانونية نوعي هدول الأشخاص إنه أنت يا أخي لازم تعمل حماية قانونية، تسجل هي الملكية الخاصة فيك. النهاية جهد وتعب للشخص. لأنه أي اعتداء على هذه العلامة الفارقة إذا ما كان مسجل هذا إذا ما كانت مسجلة أكيد. فأنت لا تتمتع بهذه الحماية. صحيح أستاذ، مثل ما ذكرت إن شاء الله بيكون في وعي أكثر بهذا الموضوع لأنه هي بنهاية تفاصيل عم نعيشها بحياتنا اليومية. أكيد بالختام كنت معنا الأستاذة فراس جهاد الأعرج، أهلا وسهلا فيك.
شكرا استاذ فراس لحضورك، ومرة ثانية الحمد لله على سلامتكم. خلالك هيك تحية لكل اهالينا بحلب. الله يسلمك. واذا بتسمحوا لي اختم بالرحمة والشهداء، الرحمة والخلود لجميع الشهداء الله يرحمهم المدنيين والعسكريين، ووجه تحية كبيرة واعلى درجات الاجلال والاكبار لحماة الديار رجال الجيش العربي السوري الذين هم سبب في صباحاتنا المتعافية كل يوم. الله يحميهم. آمين. وشكرا استاذ فراس، شكرا لحضورك.